الشيخ محمد عبد الله نصر، الاول كل سنه وحضرتك طيب بمناسبه العام الهجري الجديد، وكنت عايز اعرف من حضرتك هتصوم السنه دي عاشوره ولا لا؟ وحضرتك طيب وبخير، والامه كلها الامه الانسانيه كلها بخير وسعاده، بس انا مش هصوم عاشوره عشان اصلا ما فيش عاشوره، دي اكذوبه عاشوره. طلعنا وتربينا من واحنا صغيرين على ان يوم عاشوره هو صيام، وجابوا ادله من السنه، وبعد بحث اكتشفت ان ما فيش حاجه اسمها عاشوره وهي اكذوبه، والحديث ده حديث موضوع ولا اصل له. والادله ببساطه وبايجاز سريع جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما راح المدينه لقى اليهود بيصوموا، فسالهم بتصوموا ليه؟ قالوا النهارده عيد، هو العيد اللي ربنا نجى فيه موسى من كيد فرعون. اول دليل على بطلان صيام عاشوره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهل ان اليوم ده يوم عيد عند اليهود، وان هذا هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من كيد فرعون، يبقى ازاي هو ما يعرفش؟ اتنين، ان النبي صلى الله عليه وسلم صام مع اليهود هذا اليوم الذي هو يوم عاشوراء، معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم اصبح تابعا لليهود وليس متبوعا له. الدليل الثالث على ان ما فيش حاجه اسمها صيام عاشوراء وهي اكذوبه، ان في اخر الروايه الكتب الحديث بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان عشت الى قابل، يعني الى السنه الجايه، لاصومن تسعاء وعاشوراء. مات النبي صلى الله عليه وسلم وما صامش تسعاء. طب الروايه دي مكذوبه، عارفين ليه؟ لان اول الحديث بيقول ان اول ما راح المدينه لقاهم بيصوموا، والاخر الروايه بتقول لي السنه الجايه هصوم تسعاء وعاشوراء. طب النبي صلى الله عليه وسلم قعد كام سنه في المدينه؟ قعد 11 سنه ومات في اول السنه ال 11. الحديث ده بيقول ان النبي قعد سنه واحده، بدليل انه اول ما راح صام عاشوراء قال هصوم السنه الجايه تسعاء معاه، فمات قبل ما يصوم تسعاء، يبقى معناها قعد عام واحد في المدينه. واخيرا اليهود مشوا من المدينه كلهم في اول 5 سنين من اقامه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، يبقى ازاي لقاهم وسالهم عن الصيام وتابعهم على فعلهم؟ شفتوا لازم نفكر ونشغل عقلنا في كل روايه نسمعها ونعرفها، لان انت بالعقل لا بالجسم انسان. عاشوره اكذوبه كبيره لا دليل عليها، والحديث حديث موضوع. يعني السنه دي ما نصومش عاشوره؟ ما نصومش عاشوره ولا تسوعة. يعني دي فتوى من حضرتك ان احنا ما نصومش عاشوره؟ فتوى مني، ما فيش حاجه اسمها عاشوره اصلا، دي اسطوره واكذوبه. انا عايز حد يجيب لي دليل على ان في حاجه اسمها عاشوره. تمام جدا، الف شكر لحضرتك، شكرا جزيلا.